عايزه على المساعدين. اليوم راح نسوي لكم اوزي على الطريقه التركيه. طبعا عندنا تجيبون اللحم الكويله الفخذ مال الخروف تجيبوه وتفرشون العظم من عنده وتقطعوه على شكل مكعبات. شوفوه بهذا الشكل راح تقطعوه. طبعا هذا هو الفخذ يجي راح نقطعه فيصير مثل هذا. تقدرون تتابعونا راح نسوي الطريقه الثانيه بعد ما اخلص اللحم اقطعه بهالشكل راح اقولكم على الطريقه الثانيه. حلو اعزائي المشاهدين اودريكم مره ثانيه. والان شوفوا حطينا الزيت بالقلايه ولازم يكون حار كثير. هاي كمان لازم يكون كلش حار لازم. طبعا شوفوا نخلي شويه شويه معروف لازم يكون سخن حار ما نخلي اكثر كميه حتى اريده ما اريد اني اسقه اريد اقليه من حمص. هاي بعد الطاوله هذا على هاي بدون ما يحتاج لا سلق ولا اي شيء سوي بهالطريقه. بعد ما يتقلى على الوجهين نحوله بالسفنجيه وظلون تتابعون ويانا شو راح نسوي بعد. تشاهدون شوفوا شلون تقلى قليناه حطوه هنا حطيناه طبعا ملح وفلفل ابيض وشويه كاري بالاخير. حط هسه حط شويه كاري بالاخير اوكي. نمشي نار عاليه نحطوه وبعد خليكم تابعونا تشوفوا الفقره الثانيه اللي حنسويها. وحطينا شويه ثوم حطينا شويه زيت او زبد اللي تحبوه. وهاي هسه صار هيك بهالطريقه شويه اشتقاق. شو نسوي عندنا هاي الطماطم عندنا طماطه صوص مال طماطه هي مو معجون طماطه صوص مال طماطه نحطه هنا شوفوا فيها طماطه كامله نحطها هنا طبعا نحط لها ملح ونحط لها فلفل ابيض فلفل ابيض نحط لها نحطهم ملح هذا الملح كمون الكاري طبعا البهارات نحطها كل هنا احسن تعطينا طعم كلش طيب ونكهه طيبه اوكي. ننتظرها شويه. وطبعا هنا اعزائي المشاهدين هسه الان نحط البصل نحطه هنا مرة ثانية فوقها لا لا بعد باذنجان نقطعيه بهاي الطريقة. هاي الطريقة مكعبات نحط فوقها وبالاضافة نحط الصوص اللي سويناه الصلصة اللي سويناها اعزائنا حبايبي هسه نحط حاليا الصلصه اللي سويناها شوف شلون فورت نحطها هيجي وندخلها بالفرن على درجه حراره 180 تقريبا نص ساعه نخليها 30 دقيقه راح ندخلها بالفرن الباذنجان يستوي البصل يستوي كله يستوي على البخار وعلى كل شيء. اعزائي المشاهدين هذا التبسي العفو الخوزي خوزي على الطريقه التركيه شوفوا طبعا صار استوى هسه شوف شلون راح نقلبه هيجي شوف الباذنجان شلون صار كله صار ضاعوه طبعا الريحه تجنن ما سولفت لكم عليها. تحياتي لا تنسوا الاشتراك بالقناه.